مساء الخير. يقال إن الحقيقة تظهر في الغالب عندما تتضارب الآراء وتتلاقح الأفكار، ولأن الرئاسيات في البلاد يتنافس عليها ثلاثة مترشحين فإن الرأي لن يكون واحدا، فرؤية الأفافاس قد تتقاطع مع فرصة حمص، ولكنها لا تشبه في المطلق من أجل جزائر جديدة. ولكي يظهر الرأي الأصح والأقرب للصواب إن شئتم، فإننا ندعوكم اليوم لمشاهدة أولى حلقات برنامج وجها لوجه. البرنامج في كل مرة يستضيف ممثل عن كل مترشح ويطرح رؤية أو برنامج مترشح حول المواضيع المتعددة المقترحة في كل مرة. اليوم موضوع حلقة البرنامج وجها لوجه هو أخلاقات الحياة السياسية. ضيوف البرنامج هم على التوالي البروفيسور عز الدين عساوي ممثل عن المترشح يوسف أوشيش. مرحبا بك بروفيسور عز الدين. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. وأيضا الدكتور محمد عمرون الممثل عن مترشح الحر عبد المجيد تبون. مرحبا بك دكتور محمد. الخير ومساء الجزائر المنتصرة إن شاء الله. إن شاء الله. والأستاذ ناصر حمددوش ممثل عن المترشح حساني شريف عبد العالي. مرحبا بك أستاذ ناصر. أهلا وسهلا. بارك الله فيك جزاكم الله. شكرا جزيلا لك. ويرافقني بالتأكيد إسماعيل بوفليح. مرحبا بك يا إسماعيل، وشاءة الصدف أن نلتقي في أولى حلقات برنامج وجه لوجه. مرحبا بك يا إسماعيل. شاءة الصدف وشكرا على استضافة زكي. هي في الحقيقة ثلاثة مترشحين وثلاثة صدف. اليوم أول حلقة عن برنامج وجه لوجه، وأيضا برنامج جديد وضيوف جدد لأول مرة في برنامج وجه لوجه وفي قناة الوطنية. مرحبا بكم. بالتأكيد طريقة الجلوس حسب التصنيف الذي طرحته أو طرحه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نبدأ بسؤال عام، تقريبا سؤال موحد في ثلاثة كمدخل لهذا النقاش. ما هو تصور كل مترشح لأخلقت العمل السياسي، وكيف نعالج إشكالية الأخلقت الحياة السياسية؟ هل بوضع ترسانة من القوانين أم بأساليب أخرى؟ أبدأ معك بروفيسور أزدي. شكرا أولا على الاستضافة. دقيقتين ونصف لكل واحد حتى نكون عادلين يعني. تفضل أستاذ بروفيسور. عبركم وعبر هذه القناة ألقي التحية على ضيوف الكرام، على الأستاذ بوفليح، على الشعب الجزائري. أهلا وسهلا. بداية بهذا المناسبة، مناسبة الاستحقاقات الرئاسية ل 7 سبتمبر 2024، هي مناسبة لكي نوضح رؤيتنا لغد الجزائر، برنامجنا في الأفافاس الذي رشح الرفيق يوسف أوشيش لهذه الاستحقاقات. بداية من ناحية سياسية، وأشكركم على اختيار هذا الموضوع لأنه عصب حياة سياسية، لأنه هنا تبدأ السياسة. السياسة تبدأ بأخلقت العمل السياسي. لا ننسى بأن الأفافاس في 2017 لما شارك في الانتخابات التشريعية كان تحت شعار أخلاق الأخلاقيات في قلب السياسة، لأننا كنا نستشعر من في ذلك الوقت وفي تلك الحقبة بأن مسألة الأخلاقيات هي مسألة منتهكة في الحياة السياسية الجزائرية. وكيف لا، وقد رأينا بعد حراك 2019 وفقت الحراك، إنما عرى الممارسات اللا أخلاقية التي قامت بها العصابة في حقبة دامت سنين كثيرة. هذه الممارسات كان أساسها الولاء لعصبة أوليغارشية مالية تحت غطاء سياسي، وراءها رجال أعمال قاموا بتحويل ممتلكات الجزائر والجزائر والجزائريين، وجعل من السياسة عملا مقرفا لا يتحمله الجزائريات والجزائريون. هذه مسألة جد صعبة نحن ننوه بها. لقد صوتوا في تلك الحقبة ووضعوا ترسانة لنصوص قانونية ضد الجزائريين وضد الجزائر، أنتي ناسيونال اي أنتي بوبولار في تلك الحقبة. كل هذه الملامح، ملامح العصابات، ملامح المصالح الشخصية، ملامح لا نزاهة، اللا حياد، استغلال النفوذ، رسم سياسة الجزائر لوحدهم عصبة قليلة فقط. رأيناها الآن في السجون،
لأنها تحاسب، لأنها أكلت حق الجزائريات والجزائريين، حولت المال العام، بل حولت المناخ السياسي والعمل السياسي في حقبة كاملة. جيد بروفيسور عز الدين، دقيقتين ونصف انتهت. أذهب إلى أستاذ محمد عمرون أيضا نفس السؤال وتجيب عليه دكتور. مسألة أخلاقة الحياة السياسية في البلاد بدأت منذ 2019، منذ البرنامج الانتخابي لمرشحنا عبد المجيد تبون، حين حمل على عاتقه أخلاقة الحياة السياسية وإبعاد المال الفاسد عن الممارسة السياسية. كون أنه عندما نتحدث عن أخلاقة الحياة السياسية نحن نتحدث عن عمل سياسي، كيف نضمن عمل سياسي يتماشى مع القيم الأخلاقية. وأحد الأوجه التي ضربت الممارسة السياسية في الجزائر وهو المال الفاسد، بحيث أصبح يتدخل في الانتخابات، أصبح يتدخل في القرارات السياسية، بل أكثر من هذا أصبح يتدخل حتى في القرارات الحكومية. ترسانة قوية منذ 2019، وهنا أجيبك على ما هي الآليات التي تم تنفيذها. ويجب أن نعترف بأنه منذ 2019 كان جهد كبير قام به السيد عبد المجيد تبون مرشحنا من أجل أخلاقة الحياة السياسية. أولا من ناحية القانونية، الإطار القانوني، دستور 2020، قانون الانتخابات، السلطة الوطنية للانتخابات، كلها أدوات وآليات مورست من أجل ضبط العمل السياسي وإبعاد المال الفاسد. النقطة الثانية وهي مسألة الشفافية ومسألة المحاسبة، بحيث أنه حتى من خلال فترة حكم السيد عبد المجيد تبون شفنا مسؤولين وشفنا وزراء توبعوا بسبب قضايا فساد، وهذا مهم جدا على أساس أن المساءلة السياسية والمسؤولية تقتضي أن المسؤول اليوم يحاسب بكل شفافية. لذلك أنا أعتقد بأنه نحن في برنامج السيد عبد المجيد تبون هناك استمرارية لعمل بدأ منذ 2019 من أجل أخلاقة العمل السياسي. لذلك على مستوى البرنامج اليوم نتحدث عن استمرارية في إصلاح الدولة، استمرارية في إصلاح المجتمع المدني، استمرارية في إصلاح مثلا ما تعلق بقانون الانتخابات، ما تعلق بقانون الجمعيات. لكن يبقى أنه نحن نؤمن على مستوى برنامج السيد عبد المجيد تبون بأنه الإطار القانوني غير كافي، لأن مسألة أخلاقة العمل السياسي هو مسار تكاملي تشترك فيه مجموعة من الفواعل ومجموعة من الأدوات سنتحدث عليها لاحقا. هنا نفتح أيضا باب النقاش والتفاعل فيما بينكم من آراء التي طرحتم. أستاذ بروفيسور عز الدين عساوي، قلت أو شخصت بأن تقريبا ما قبل 2019 ذكرت بأن ما كان عمل مقرف لا يتحمله الجزائريين. الأستاذ الدكتور عمرون ذكر بأن محاربة أو أخلقة الحياة السياسية بدأت فعليا في 2019 بسن قوانين المتابعات والعنوان والاستمرارية لهذا الأمر الذي كان، وتطرحون أيضا في برنامجكم تغيير قانون الانتخابات، قانون الأحزاب السياسية، قانون الجمعيات. تعليقك أستاذ حتى نفتح باب التفاعل. في التعليق أقول في فترة ما قريبة كانت الأحزاب السياسية في يد أشخاص، كانت الجمعيات في يد أشخاص، كانوا يعينون أعضاء في السلطة التنفيذية، هم ممثلين له في الحكم في ممارسة السلطة. هذا أمر عجيب وغريب يحدث في ديمقراطية بين قوسين في جزائر. لم يبعدوا حتى السلطة القضائية من هذا المسار، مسار الفساد، مسار عدم الأخلاقة. لأنه أضيف بأن مسألة الأخلاقة لا يمكن أن تكون في وجهة واحدة وهي أخلاقة الحياة السياسية، وإنما يجب أن تكون متعددة الأبعاد، سواء تعلق الأمر بالحياة الإدارية، بالحياة الاقتصادية، وبالحياة السياسية. هذا المنظومة التي نريد أن نرسيها يجب أن تكون كاملة ومتكاملة تشمل كل هذه الأبعاد. لا يمكن معالجة مسألة الفساد، مسألة الأحزاب السياسية، مسألة الممارسة السياسية لوحدها من أجل أن نصل إلى شفافية ونزاهية وحياد في العمل السياسي. شفافية في كل أبعادها، شفافية اقتصادية، شفافية إدارية، شفافية سياسية. حياة السياسية يجب أن تكون ملتزمة وبأخلاق، سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية، بالفاعلين السياسيين، وبالإعلام أيضا، لأن الإعلام هو جزء
من ممارسة الحياة السياسية، ولا يمكن أن نمارس حياة سياسية نزيهة بعيدا عن إعلام نزيه ومسؤول وبمساءلة وبمصداقية وبصدق أيضا. بروفيسور عساوي، الترسانة القانونية الموجودة حاليا كافية؟ الأستاذ ناصر يقول بأنه لا نفتقر لهذا الجانب، يعني باعتقادك أن الترسانة القانونية وحدها تكفي أم لا تكفي أستاذ في أقل من 30 ثانية؟ رجاء، لا يمكن أن أشرح هذا في أقل من 30 ثانية، لأنك سوف تمنح لي الوقت الكافي لكي أقول بأن القانون الذي يؤسس للسلطة الوطنية للشفافية تحمله مجموعة من النقائص، سواء تعلق الأمر بنظام التصريح للمسؤولين، فقط المسؤولين المحليين من لهم من يخضعون للتصريح، لأن القانون 0601 لم يتم تعديله لكي يتلائم مع السلطات الكبيرة الرقابية الممنوحة للسلطة الوطنية لمراقبة لتكريس الشفافية. هذه من نقطة. من حيث الاختصاصات الممنوحة لهذه السلطة أيضا، السلطة الموكلة لها الشفافية، لا يمكن لهذه السلطة أن تقوم بممارسة رقابة على كل المؤسسات، سواء العمومية الوطنية المحلية الجماعات الإقليمية المؤسسات الاقتصادية جمعيات المجتمع المدني، من طرف سلطة يتواجد مقرها في الجزائر العاصمة مكونة من 12 عضو. بل يجب تعديل هذا القانون لكي نسمح بتجانس وتناسق، اسمح لي، ما بين الصلاحيات الممنوحة لهذه السلطة وما بين الأدوات الممنوحة لها من أجل ممارسة هذه الصلاحيات. الدكتور عمرون يجيب. أنا شوف، عندما نتحدث عن أخلاق العمل السياسي إطار القانون مهم جدا، بالعكس أنا نقول بأنه ما حدث في الجزائر إلى القوانين من 2019 كان هناك خطوات مهمة في هذا الجانب. نعطيك مثال اليوم على مستوى قانون الانتخابات، أي نائب اليوم يحاسب قبل أثناء وبعد عهدته فيما يتعلق بدستور 2020 في أخلاق الحياة السياسية. نتحدث صراحة الدستور عن إمكانية قضية الغيابات في مثلا في البرلمان، هذا جزء أيضا من أخلاق الحياة السياسية والمسؤولية السياسية للنواب. ما تعلق في السلطة المستقلة لسلطة قضية الفساد مهم جدا، نعم توسيع نعم مكافحة الفساد ممكن جدا توسيع صلاحيته، لكن لا يجب أن نثني بأنه عملية إصلاح الدولة المستمرة فيما يتعلق بقانون الأحزاب، كيفية إنشاء الأحزاب، كيفية إمكانية إنشاء الجمعيات متابعتها، لأنه إحنا اليوم عندما نتحدث عن فترة 2019 ما نتحدثوش فقط على الجانب القانوني، عن جانب الممارسات. اليوم حتى الحملة الانتخابية الحالية تؤكد بأنه كل المترشحين بما فيها المترشح الرئيسي انطلقوا من نفس المسار، انطلقوا من نفس المستوى، وهذا مهم جدا. في السابق كنا نشوفه دائما كان الرئيس المترشح يسبق خطوة المترشحين الآخرين على أساس أنه توفر له مجموعة من الإمكانيات ومجموعة من الأدوات. أعتقد الدكتور عمرون بأن المترشح الرئيس عبد المجيد تبون وعلى نفس المسافة مع كل المترشحين، بل أحيانا تؤكد هذه المعلومة من دون شك، ويؤكدها الجميع بأننا على نفس المستوى، إن على مستوى كيفية إعلانه لترشحه، كيفية تقديم أوراقه من أجل الانتخاب أو ما تعلق بالإمضاءات، حتى الحملة الانتخابية اليوم واضح جدا أنه انطلقوا من نفس المستوى، هذا مهم جدا في أخلاقة العمل السياسي. نقطة ثالثة مهمة جدا في مسألة إصلاح الدولة هو أنه من خلال 2019 إلى خلال 2020 هو مسألة الحوار السياسي. نشوفوا بأنه حتى الرئيس المترشح كانت عنده لقاءات متعددة مع مسؤولين أحزاب سياسية، لأنه عندما نقول بأنه هناك أخلاق للحياة السياسية نتحدث عن مدى ثقافة الحوار الموجودة للطبقة السياسية. المرشح عبد المجيد تبون منذ اعتلائه 2019 مجموعة من اللقاءات تمت على مستوى الرئاسة مع رؤساء الأحزاب بطلب منهم، أو حتى عندما جمعهم في آخر لقاء بينهم، ما يؤكد بأنه هناك خطوات عملية وليس فقط قانونية، وإنما خطوات عملية جسدت على أرض الواقع من أجل أخلقت الحياة السياسية. خطوات كثيرة أستاذ ناصر جسدت على أرض الميدان، خاصة منذ 2019 إلى غاية اليوم، ترسانة قانونية مهمة، تكريس سنة التشاور والحوار مع الأحزاب السياسية، واللقاء الأخير خير دليل ذلك، ورئيس حمص حتى أنه ربما التقى مرتين مع الرئيس عبد المجيد تبون. هل هذا كافي؟ تقول بأنه ترسانة القانونية لا نفتقر إليها، ماذا في جوابتكم يعني هنا؟ يعني الحديث عن أخلاق الحياة السياسية لا يمكن تأريخها بال2019، لا يمكن تأريخ
ولا تاريخ الجزائر ولا تاريخ الحياة السياسية ولا تاريخ يعني حتى تطور الفكر السياسي ولا الممارسة السياسية للجزائريين. 2019 هو الحراك الشعبي أستاذ ناصر حمدي، فهو مشترك وليس مرتبط بجهة معينة. وإن كنا أكيد أن من يتحمل مسؤولية الحكم أكيد ما يقوم به هو واجب، ويعني وهذا الواجب ليس بالضرورة أنه من على الجزائريين. وأنا أعتقد أن ما ذكر على أساس أنها جزء من الأخلاق السياسية ليس أول مرة يوقع حوار وطني في الجزائر، ليس أول مرة يقع تشاور بين الأحزاب المعارضة وبين السلطة السياسية، ليس أول مرة أن رئيس جمهورية يلتقي مع رؤساء أحزاب، وهذا لا يعتبر في حد ذاته إنجازا، بل هو أمر عادي وطبيعي جدا في الحياة السياسية وفي الحياة الديمقراطية في الدولة. أنا أعتقد أن مسألة أخلقت الحياة السياسية أكيد أن الجانب القانوني والتشريعي مهم جدا، وأكيد أنه لا تزال هناك اختلالات قانونية في الاختلالات قانونية تحتاج إلى إصلاح وتغيير. والبرنامج الانتخابي للمترشح عبد العالي حسن الشريف في المحور الأول لهذا البرنامج المرتبط بالدولة ومؤسساتها فيه حديث على إصلاح دستوري وقانوني بما يضمن الشفافية، بما يضمن المساءلة، بما يضمن سيادة القانون، استقلالية القضاء، والتوازن بين السلطات، وتوفير معايير الحكم الراشد منها الشفافية وغيرها. فشيء طبيعي جدا أنه لا بد أن يكون هذا الإطار القانوني وحتى الدستوري بالمناسبة. ولكن أكيد أن في أخلاق الحياة السياسية أكيد أن الثقافة السياسية اللي هي أفكار ومعتقدات وتقاليد وتراكم فكري للمجتمع بأكمله وللمجتمع السياسي في حد ذاته عنده دور جدا في أخلاقة الحياة السياسية. إسماعيل بوفليح أشرك أيضا في هذا الحوار، إذا كان كيف راقبت؟ طبعا أعتقد أنه ألمس توافق بين تقريبا على كل متفق على أنه يجب أن نعزز ونصلح العملية السياسية والحياة السياسية في الجزائر. لكن أين هو يكمن المشكل؟ لأنه إذا كان نروح للحل مباشرة بدون تشخيص المشكل، هنا سنقع أيضا في ما هي النتائج التي سنصل إليها بعد. يعني أريد رؤية ممكن كل مترشح أو ممثلين مترشحين يعني حول برنامجهم بخصوص عملية الأخلاق السياسية في طيلة 5 سنوات، إذا كان تكفي 5 سنوات، إذا كان هناك يعني ممكن أساليب وأطر أخرى ممكن يعني تدعم عملية الأخلاق السياسية. بروفيسور رازلي، تفضل. شكرا على هذا السؤال. أخلاقت العمل السياسي تبدأ أولا بالفاعلين السياسيين، إعادة النظر في الأحزاب، في قانون الأحزاب السياسية. يجب أن تكون تأسيس الأحزاب السياسية، ممارسة العمل السياسي من طرف الأحزاب السياسية متوافقا مع المبادئ الأساسية للأخلاقيات العمل السياسي. لا ننسى بأن الحزب السياسي هو الفاعل السياسي الأول في الأول وبامتياز عن طريق التكوين أيضا، لأن الحزب السياسي هو الذي سوف يلعب دورا كبيرا في تكوين المناضلين والإطارات الذين سوف يقومون بممارسة السلطة في الغد. هذه النقطة الأولى. إعادة النظر أيضا في قانون الجمعيات، هذه نقطة جد مهمة، لأن الجمعيات كشريك امتيازي للعمل الإداري فيما يسمى بالديمقراطية التشاركية، يجب أن نرتقي بجمعيات المجتمع المدني من الجمعيات فقط إلى شريك اجتماعي في عملية صنع القرار وصنع السياسات العمومية، بالخصوص لما يتعلق الأمر بالسياسات العمومية المحلية. يجب إعادة النظر كذلك في القانون 0601 الذي يتعلق بالوقاية من الفساد، لأنه لا يتلائم البتة مع الصلاحيات المنوحة للسلطة المستقلة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته 22.08، لأنه لا يمكن أبدا الربط بين القانونين من حيث الاختصاصات والصلاحيات. اليوم المسؤولين الكبار في الدولة، المسؤولين السياسيين، أين يقومون بعملية تصريح حسب القانون 0601؟ يقومون بعملية تصريح أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، في حين الاختصاصات الممنوحة في ظل القانون 22.0
في ظل السلطة المستقلة 22/8 يجب أن نوسع من اختصاصات السلطة وليس من اختصاصات رئيس الأول للمحكمة العليا، لأن الرئيس الأول للمحكمة العليا ليس بمقدوره ممارسة صلاحيات رقابية على هؤلاء المسؤولين. فقط يبقى التصريح هي مسألة شكلية أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا. هنا يتعلق الأمر بمسؤولين كبار يمارسون سلطات في الدولة وصلاحيات كبيرة، إذن لا يجب أن يكون هؤلاء الأشخاص هؤلاء المسؤولين في منأى عن عملية الرقابة وعملية المساءلة، وعملية المساءلة سوف تضمنها فقط السلطة المستقلة المتعلقة برقابة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. هذه نقطة ثانية. إلى يومنا هذا لم تصدر نصوص تنظيمية تتعلق بصلاحيات وكيفية ممارسة صلاحيات السلطة. يتعلق الأمر أيضا مثلا بالنقطة التي تتعلق كيف يمكن ممارسة الرقابة على الإدارة، ما يسمى بنظام أو نظام المطابقة، لأن كل الإدارات كل الجمعيات كل الأحزاب السياسية كل الأعوان الاقتصاديين كل المؤسسات ملزمة حسب القانون بأن تقوم بالمصادقة على النظام المتعلق بالشفافية. أي لا حد الآن لم يتم إصدار المرسوم أو التنظيم الذي ينص كيف يتم المصادقة من طرف هؤلاء الإدارات من طرف هؤلاء الأعوان. وإن قابلنا بهذا الاختصاص، هل يمكن بسلطة تتواجد في العاصمة أن يمتد اختصاصها إلى 58 ولاية، إلى كم جمعيات توجد على المستوى الوطني، إلى 1541 بلدية؟ هذا أمر غير ممكن إلا بإجراء إصلاحات عميقة على السلطة عن طريق عدم أو لا تركيز إنساء نظام لا مركزية على هذه السلطة. تجاوزنا الوقت أستاذ عمرو. أنا نعود نرجع إلى 2019، أنه نحن لا نشخص أو لا نؤرخ للجزائر من 2019، لكن نؤكد بأنه 2019 لحظة الانهيار الكبيرة اللي مست الجزائر على كل المستويات خصوصا على المستوى السياسي، كانت تطلب شجاعة سياسية وكانت تطلب إصلاحات عميقة. مجموعة من الإصلاحات قمنا بها على المستوى المترشح عبد المجيد تبون من خلال تعهداته 54، كانت مسألة أخلاقة الحياة السياسية ضمن أهم محاوره ولا زالت. الآن ما تعلق بكيفية الوصول إلى أخلاقة الحياة السياسية في الجزائر، أولا عندما نتحدث عن الثقافة السياسية في الجزائر، احنا أيضا المشاركة الأحزاب السياسية في أخلاقة العمل السياسي مهم جدا. نذكر من 2019 إلى اليوم ما كنا نشاهده سابقا من ما يعرف بالحركات التصحيحية داخل الأحزاب السياسية غابت خلال هذه الفترة. لماذا؟ لأنه هناك إرادة سياسية من أجل جعل العمل الحزبي بعيد عن هذه السلوكات التي أثرت كثيرا في الأحزاب السياسية. يجب أن نعترف أيضا بأنه من 2019 إلى اليوم كثير من المسؤولين اللي يتحدث عن السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، كثير من المسؤولين السياسيين اليوم ومسؤولين حكوميين موجودين تحت الرقابة القضائية وموجودين في السجون ومنعوا من مغادرة التراب الوطني فقط لأنهم خرقوا القانون في مسألة الفساد. لأنه عندما نتحدث عن الفساد السياسي وكيفية إدخال المال للسياسة، صعب جدا أننا نفصله بطريقة آلية أو بطريقة قانونية. هل المال هو الذي يفسد السياسة؟ هل المال وحده فقط أم أن هناك ربما عوامل تدخل؟ لا، هناك عوامل كثيرة، مشي فقط الفساد السياسي، لكن أهم عامل المال. من عوامل الفساد هو المال السياسي من دون شك. وأعتقد بأنه تصريح السيد رئيس المرشح عبد المجيد تبو عندما قال لا تجتمع المال مع السياسة، أينما دخل المال على السياسة إلا وأفسدتها. لكن هناك مجالات أخرى لأخلاق العمل السياسي، نتحدث عن المساءلة، نتحدث عن المسؤولية. كم من مسؤول أخل بالتزاماته تم إعفاؤه من مهامه بسبب إخلال بالمسؤولية نتاعه؟ كم من مسؤول أيضا كما قلت راه وراء القضاء؟ أكثر من هذا، عندما نتحدث عن الشفافية في ما تعلق بالممارسة السياسية وممارسة الحكم في الجزائر، كثير من المجالس الوزراء ومجالس الحكومة كان فيها تصريحات قوية من أجل تحقيق أهداف الوطنية أو من خليني الاستماع إلى انشغالات المواطنين. نقطة ثالثة مرتكزة باللا مركزية، حقيقة في البرنامج المترشح عبد المجيد تبون هناك حديث على توسيع أدوار للمنتخب المحلي.
سواء ما تعلق على القانون البلدي أو قانون الولاية، وهو التزام من المرشحنا بأنه توسيع صلاحيات المنتخبين من أجل ممارسة صلاحياتهم بعيدا عن السلطة الإدارية، بعيدا عن هيمنة الإداري على المنتخب. ممتاز، لأنه تجاوز الوقت، ما هي حدود المال وما هي حدود السياسة؟ وفي نهاية المطاف أستاذ عمرون، لا يمكن أن السياسة تعيش بدون أموال، وإن كيف سيكون هناك تمويل هذا العمل السياسي؟ يجب أن يكون هناك تمويل. يعني أزمة أخلاق سياسية أو أزمة أخلاقية سياسية موجودة على مستوى ماذا؟ على مستوى وهي ذات عدة أبعاد بالمناسبة، ليست مرتبطة أو لا يمكن اختزال أخلاقة الحياة السياسية بفصل المال على السياسة، بمعنى أن الحياة السياسية التي تعاني هذه الأزمة أو تدهور الأخلاق السياسية، أولا نعم هناك شيء مرتبط بالمال السياسي الفاسد، ليس كل المال وليس كل المال السياسي، لأن هناك قانون في قانون القانون العضوي للانتخابات يحدد مصادر تمويل الحملات الانتخابية، يحدد الرقابة على هذه الأموال لتمويل، يتحدث على المحاسبة والشفافية في تمويل هذه الحملة، يحدد حتى الأحكام الجزائية أو العقوبات في مخالفة تمويل الحملات الانتخابية. بمعنى وجود المال في السياسة شيء طبيعي، ولكن الغير طبيعي هو عندما يتجاوز هذه الأطر القانونية، وعندما يتم التغول من رجال المال والأعمال على حساب القانون وعلى حساب مؤسسات الدولة. ولذلك أنا في تقديري ليس المال السياسي الفاسد فقط هو الذي يدمر الحياة السياسية، بل عندما نتحدث عن تزوير الانتخابات هذه كذلك من أهم ما يمكن الحديث عنه في أخلاقة الحياة السياسية، وهو أخطر أكبر ملف فساد في تاريخ الجزائر وأكبر فساد سياسي في الجزائر هو تزوير الانتخابات. لكن أستاذ ناصر، ألا ترى بأنه حديث المترشحين الثلاث غاب عنه التزوير، لم نعد نسمع تزوير؟ هذا عندي مدة ما سمعتهاش بصراحة. أنا أتحدث بشكل مطلق وبشكل مجرد بشكل عام، أنا لا أتحدث الآن كذا، وإنما نتحدث على أن تزوير الانتخابات، عدم حياد الإدارة، عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، استعمال وسائل الدولة لأغراض سياسية وانتخابية وحزبية، هذه كلها تدخل تحتاج إلى أخلاق في الحياة السياسية. أنا في تقدير حتى عدم المشاركة السياسية الواسعة، أعتقد أن المشاركة السياسية التي تضمن ميزان قوة شعبي يفرض على كل مؤسسات الدولة أنها تحترم أخلاقيات الحياة السياسية، ونذهب إلى حياة سياسية سليمة وبيئة سياسية نظيفة. إسماعيل، اسمح لي سنذهب إلى فاصل لو سمحت، وسأعود إليك مباشرة لطرح أي سؤال تريد. وجها لوجه من جديد، مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام، واسمحوا لي أن أرحب من جديد بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، الأستاذ عز الدين عساوي ممثل عن المترشح يوسف أوشيش، والدكتور محمد عمرون ممثل عن المترشح عبد المجيد تبون، والأستاذ ناصر حمددوش ممثل عن المترشح حسين الشريف عبد العلي. مرحبا بكم من جديد. كما وعدتك اسماعيل، أعود إليك من جديد لطرح السؤال الذي تريد. زكي، كنت أود يعني سؤال بخصوص، لأنه افتح باب أستاذ حمدادوش على قال تزوير الانتخابات، فهنا نتحدث على قانون الانتخابات الحالي، يعني هل هناك رؤية للمترشحين الثلاث بخصوص قانون الانتخابات، تعديل، ما هو الخلل إذا كان هناك خلل في قانون الانتخابات الذي يكفل بضمان نزاهة وأيضا شفافية وأيضا تكافؤ الفرص لكل مثلا المترشحين سواء للرئاسية وحتى لما ندخل للانتخابات التشريعية والمحلية؟ تفضل الأستاذ عساوي كبداية. شكرا على السؤال. قلت وأعيد دائما بأن الأحزاب السياسية هم الفاعل الرئيسي الأساسي لممارسة العمل السياسي، ولا يمكن ممارسة العمل السياسي الديمقراطي إلا عن طريق الانتخابات، انتخابات حرة نزيهة أين تعطى الفرص والتكافؤ والمساواة ما بين المترشحين أو المتقدمين أو الذين يريدون أن يتقدموا إلى المنافسة الانتخابية بنفس الطريقة. هنا لما يتعلق الأمر بالانتخابات، الرؤية تاعنا يجب أن نعتبر من الحزب السياسي أولا نظام، أن أوردر، لا يمكن اعتبار الحزب السياسي
جزئية فقط في العمل السياسي. سأوضح وأشرح. نحن إذا تم التصويت وإعطاء الأصوات الشعب للمترشح الرفيق الشوشيش، فسوف نعيد النظر في قانون الانتخابات ونتخطى فكرة استدر الكوشاج استدر الشكل. هذه نقطة أساسية. لماذا؟ إلى رأس القائمة أم ماذا أستاذ؟ نعم. لماذا؟ سأعود وأكرر. هل الحزب السياسي منظومة بأتم معنى الكلمة أم تحت الوصاية؟ يجب أن نجعل من الحزب السياسي منظومة بأتم معنى الكلمة، وسوف يعطى له القرار السيد فيما يخص خياراته الاستراتيجية لما يتعلق باختيار الأشخاص الذين يكونون في القائمة الانتخابية. يجب أولا أن أضع النقطة فقط وأوضح، لما يتم القضاء على الفساد، هذه نقطة أساسية اتفقنا عليها، بأن القضاء على الفساد هو إحدى أولويات بالأولويات من أجل ممارسة النشاط السياسي أو النشاط الانتخابي بنفس الطريقة. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، يجب إعادة الاعتبار للأحزاب السياسية لإعادة الاعتبار للحياة السياسية وللعمل السياسي. وأول نقطة نمر بها من أجل إعادة الاعتبار للحزب السياسي، يجب أن يكون الحزب السياسي سيدا في قراراته وفي خياراته. لماذا؟ سوف نبتعد عن الجهوية، عن العروشية، سوف تمنح الفرصة للكفاءات لأننا قمنا بإصلاحات على الأحزاب السياسية. هذه مراحل يجب أن نتبع هذه المراحل، إصلاحات فيما يخص النزاهة، المساءلة، مكافحة الفساد، إصلاحات الأحزاب السياسية، المساواة ما بين الأحزاب السياسية، ثم إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية بأن تبين برامجها وشخصياتها وإطاراتها في القوائم الانتخابية. لأن العملية الانتخابية في الحقيقة هي عملية معقدة ومتكاملة وتمر بالعديد من الأفراد من المراحل، ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى الإعلان عن الفائزين في العملية الانتخابية. خلي أستاذ بفليح الانتخاب. الانتخاب. نعم. نعتقد أن قانون الانتخابات الذي صدر في 2021 هو ابن بيئته. في 2019 ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ هناك كان كفر بكل الأحزاب السياسية، بعملية القوائم الانتخابية التي كان يتاجر بها. رأس القائمة يقدم أموال يوضع، بينما المناضل الحقيقي تجده في آخر القائمة. إذن كان هناك حتمية من أجل أخلاقة العمل السياسي، من أجل تجديد الطبقة السياسية، من أجل وجود نخب جديدة، خصوصا الشباب منه اللي كان يعاني من التهميش السياسي. مشينا إلى قانون انتخابات يعتمد ويرتكز على القائمة المفتوحة اللي خلتنا اليوم أكثر من 30% في البرلمان فيه شباب. اليوم شئنا أم أبينا البرلمان الحالي نقيمه إيجابا أو سلبا، لكن فيه مجموعة من الكفاءات، مجموعة من الشباب موجودين أقل من 40 سنة أكثر من 30%. هذا مهم جدا في تجديد الطبقة السياسية. لذلك أنا نقول كل هذه القوانين هي ابن بيئتها. اليوم العودة، هل نحن مستعدون مرة أخرى كأحزاب كطبقة سياسية للعودة إلى القائمة المغلقة؟ لأنتجت لنا حالة من الفساد مشهود لها، بمعنى أنه الناس تبيع وتشري في رأس القوائم. لذلك ممكن كما قال الأستاذ بأنه هذه عملية مسار، ممكن فيما بعد سنعود إليه، لكن أنا أعتقد بأنه لا مطروح لأنه مراجعة قانون الانتخابات ندار فيه 21. لكن هذا ما يمنعش أن الطبقة السياسية متحركة متفائلة. البعض يقول بأن قانون الانتخابات أنتج الكثير من مجالس البلدية الآن مسدود فيها انسداد، يعني إلى إصلاح قانون البلدي، قضية التحالف مع الأحزاب ممتاز. السياسية ظهر بأنه هنا اللي أنا نتحدث عليه الآن هو ضرورة إصلاح القانون البلدية وقانون الولاية وليس ممتاز. قانون البلدية والولاية فيما يتعلق بعدد المنتخبين، في كيفية التحالفات الموجودة، الرئيس البلدية اللي يحصل على أعلى يعني أعلى معدل أصوات. أو أعلى أصوات يمكن أن يكون هو رئيس البلدية ولا يمكن نزع الثقة منه. هذا نفتحه في نقاش كطبقة سياسية. لكن أنا أعتقد بأنه قانون الانتخابات الحالي حقيقة مكننا من كسر حالة مهمة في الحياة السياسية الجزائرية ومسألة كيف تصف بالممتاز حسن. لا يوجد قانون كامل. هناك قانون ابن بيئته يحتاج إلى تكيف، يحتاج إلى تعديل وفق البيئات المتقدمة. احنا اليوم بعد 3 سنوات أو 4 سنوات إذا شفنا بأنه حقيقة تمكننا من تحقيق عمل سياسي
بمعنى الأحزاب السياسية استطاعت أن تنتج لنا نخبا جديدة، استطاعت أن تعود كما قال فواعي الحقيقية، مش أجهزة وليست عبارة عن دكاكين تظهر فقط في الانتخابات كما هو متصور عند الفكر الجمعي الجزائري بأن هذه الأحزاب السياسية ما هي إلا دكاكين تظهر في الانتخابات مثلها مثل الجمعية إلى آخره. لكن إذا بعد ممارسة سياسية سليمة مبنية على كما قلنا قانون إن شاء الله الأحزاب السياسية والقانون الجمعيات خصوصا هو اللي راح يمكننا من تأسيس لقاعدة قانونية تنتج لنا إن شاء الله أحزاب كفاعل حقيقي مؤثر في المجتمع. لأنه عندما نقول إحنا العملية السياسية، نعم الأحزاب السياسية مهمة، لكن نحن نسأل هذه الأحزاب ما درجة تعبئتها في المجتمع، قدرتها على التعبئة، ما مدى قدرتها على خليني نقول الاستجابة لأمال وتطلعات المواطن. لأن المواطن عندما يستمع إلى خطاب رئيس حزب سياسي يتمناه أن يكون عاكسا لأماله، عاكسا لطموحاته. قد نتفق وقد نختلف احنا كممثلين للمترشحين، لكن نتفق بأن هناك طموحات كبيرة وأمال كبيرة للشعب الجزائري. هل تمكننا وتمكننا برامج الأحزاب السياسية وبرامج هذه المترشحين أن تحقق ذلك؟ أستاذ ناصر الحمد لله، نعم فرصة حمص. نعم فرصة حمص. نعم، فأنا في تقديري أن لا يمكن عزل قانون الانتخابات عن باقي المنظومة القانونية الناظمة للحياة السياسية وللعمل الحزبي وللعملية الانتخابية. وبالتالي ليس قانون الانتخابات لوحده هو الذي يحتاج إلى مراجعة. نبدأ بالقوانين العامة بما فيها قانون الأحزاب، وأعتقد أنها ستفتح ورشة بعد الانتخابات الرئاسية، وهناك إرادة بالتوجه إلى المعنيين تحديدا وهم الأحزاب لمراجعة هذا القانون والأخذ بمقترحاتهم. هذا لا يعنينا الآن، لكن الذي يعنينا هو قانون الانتخابات. في قانون الانتخابات أعتقد أن الانتخابات الرئاسية لا يوجد فيها إشكال كبير جدا من الناحية القانونية في قانون الانتخابات. قد يكون الإشكال الكبير في الانتخابات التشريعية والمحلية، فعلا يحتاج إلى مراجعة. لكن قبل الحديث على ذلك، نعم قبل الحديث على ذلك، أي نعم. لماذا؟ لأن في قانون الانتخابات بالنسبة للانتخابات التشريعية أو المحلية، بالنسبة للانتخابات التشريعية لماذا ذهبنا إلى القائمة المفتوحة؟ في إطار أخلاقية الحياة السياسية والقضاء على المال السياسي الفاسد. صحيح. لكن هل قضينا على المال السياسي الفاسد؟ بقيت شراء الذمم وشراء الأصوات جزء كبير من اسمح لي خليني برك أستاذ للأمانة يعني. لا لا اسمح لي برك، لأن هذا الموضوع ليس بالضرورة شخصي ولا حكر على إيه. ولذلك يعني لو نعود أو المال السياسي بقي إلى غاية الانتخابات الرئاسية الحالية شراء توقيعات وشراء لا اسمح لي يعني لماذا لما نتكلم على واقع وكأنني أدين أو أتهم شخص معين حتى تقع ردة فعل؟ هذا واقع موجود حقيقي أنه لا يزال مال سياسي الفاسد. وبالمناسبة المال السياسي الفاسد بالدرجة الأولى الذي يتحمله حتى المواطن الذي يبيع صوته ويبيع توقيعه ويبيع ذمته السياسية مسؤول بالدرجة الأولى، ليس الذي يشتري بل البائع كذلك معني بالفساد السياسي. أنا لا أتهم يعني عندما أتحدث على هذا الموضوع وكأنني أتهم جهة معينة ولا أوجه، ولكن هذا الواقع لا تزال هناك ممارسات تخل بأخلاقية الحياة السياسية. لماذا ذهبنا إلى القائمة المفتوحة؟ لأنه كانت هناك بيع للترتيب في القائمة، صح ولا لا؟ صحيح. لكن هل فتح القائمة هو الذي يقضي؟ وجدنا أن ذلك لا يقضي، قد يقضي على الترتيب لكن شراء الأصوات طيب شراء الدخول في القائمة. أستاذ ناصر الذي يقضي هو سيادة القانون واستقلالية القضاء والتنفيذ الصارم للقانون بدون محاباة وبدون تدخل أصحاب النفوذ وما إلى ذلك. هذا الذي يقضي، الذي يقضي على العديد من الآفات السياسية هي الديمقراطية الحقيقية، هي المشاركة السياسية الواسعة، هي استقلالية القضاء، هي وجود المؤسسات الرقابية القبلية والأثنائية والبعدية بما فيها السلطة الرقابية البرلمانية والسلطة القضائية وحتى سلطة الإعلام. الإعلام الأصل ليس بوقا، الإعلام هو سلطة رقابية وسلطة رابعة ضمن السلطات الموجودة في البلاد. ولذلك اسمح لي دقيقة برك، في أقل من 15 ثانية، من ضمن القوانين هو موضوع القانون العضوي الذي ينظم عمل السلطة المستقلة. السلطة المستقلة في تقديرنا ما دامت تخضع للتعيين فهي
فهي لا تملك الاستقلالية التامة من حيث ممتاز. الموارد المادية والبشرية والإدارية هي بحاجة لكي تشرف على كل هذه الانتخابات. غير معقول جيد. أن السلطة بهذه جيد. التركيبة البشرية يمكنها أن تقود عملية. بروفيسور عزدين، أجابك الدكتور محمد عمرون أن العودة إلى رأس القائمة هو العودة إلى شراء الذمن. نحن قضينا على جزء كبير منه، وبالتالي الآن القضاء يتابع أينما وجد المال يتدخل في السياسة. آخر مثال قال لك شراء التوقيعات لمجموعة من الأحزاب السياسية، تدخل القانون، تدخلت الأجهزة المكلفة بذلك. العودة إلى نقطة صفر، لا يمكن أن نقول بأننا سوف نضع في دقيقة قانون، يعني حتى نعلق على لا يمكن أن نقول نضع قانون سوف نقضي مباشرة على الظاهرة، هذا أمر مستحيل، لأن الظاهرة الإجرامية ظاهرة متعلقة بممارسات معينة. القانون سوف يقلل أو سوف يرسم مسارات جديدة للأحزاب السياسية للفاعلين السياسيين، هذا أمر غير ممكن. لكن نعود إلى الأصل في العمل السياسي، أن الحزب السياسي هو حزب سيد في قراراته، ما بقي إجراما سوف يتابع من طرف القضاء المستقل عادل، هذا أمر مهم جدا. رأس القائمة أستاذ بروفيسور، رأس القائمة نتكلم على النمط الانتخابي الذي تكلمت عليه. النمط الانتخابي يجب العودة إلى رأس القائمة، إلى السيادة للأحزاب السياسية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية لما نتكلم عن التزوير، هل التزوير يظهر فقط في ممارسة واحدة أم له صور متكررة أو متعددة؟ الزبونية نوع من التزوير. ثم نعود إلى القانون الذي يتعلق بالسلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، هل هي سلطة مستقلة لها كل الأدوات اللازمة لممارسة العمل الرقابي، العمل التنظيمي من أجل إجراء انتخابات حرة نزيهة؟ ما زالها تحت رحمة الإدارة، لا تمتلك لا الإمكانيات المادية ولا الإمكانيات التي تسمح لها بممارسة العمل الانتخابي أو العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها إلى يومنا هذا. ليست لها سلطة تعبئة الأموال لأنها لا تملك المالية الكافية، بل هي كلها المالية تحت أموال السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، هي تحت سلطة الإدارة. ممتاز جدا. كل الإمكانيات المادية هي تحت تصرف الإدارة، تضعها ثم تعطيها إلى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات. دكتور عمرو، كيف تجيب الأستاذ ناصر حمد الدوشي يقول لك ما الفساد ما زال لحد الساعة؟ لازم نكونوا موضوعيين. القول بأنه ما زال هناك مال فاسد من دون شك، الممارسات السياسية السيئة لا يمكن القضاء عليها في عام ولا عام، لكن الحقيقة تقال أنه كان شيئين في الواقع، أنه حجم المال الفاسد تقلص بشكل كبير جدا في الحياة السياسية. النقطة الثانية وهي تشديد الرقابة، كل من سولت له نفسه أن يجعل من المال الفاسد وسيلة للسلوك السياسي ذهب إلى المحاكمة. نعطيك مثال على مستوى البرلمان، كم من نائب على مستوى مجلس الأمة رفعت عنه الحصالة من أجل الشبهة، طبعا المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لكن هناك تشديد للرقابة على المستوى البلدي والمحلي والبرلمان. أكثر من هذا، شفنا حتى الانتخابات الرئاسية اليوم، المتقدمين كمترشحين محتملين للانتخابات الرئاسية اليوم توبعوا، ثلت عندنا مترشحين توبعوا بإمكانية أنهم استعملوا مال الفاسد، طبعا يبقوا كما نقولوا مع قرينة البراءة. لذلك كنا نقول عندما نجون قيم قانون الانتخابات الحالي أو أننا نعيده، يجب أن نقول ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات اللي حققناها. النقطة الثانية ما يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، لا أنا أختلف مع الأستاذ، هي تشرف على العملية من بدايتها إلى نهايتها، وعندها استقلالية مالية أكثر من هذا. الآن قضية الأفراد اللي موجودين على مستوى السلطة المستقلة التركيبة البشرية، نعم قضية التعيين، قضية الانتخاب نتناقش فيه، ولكن هناك أيضا مسؤولية أخلاقية للسلطة الوطنية المستقلة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات. لا أعتقد بأنه اليوم على مستوى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأنا كممثل للمترشح عبد المجيد تبون أقولها، بأنهم عندهم مسؤولية أخلاقية من أجل تحقيق النزاهة التامة، لأن هذه الجزائر الجديدة التي نريدها، وهذه هي الجزائر المنتصرة التي ندعو إليها. أكثر من هذا، من 2019 إلى اليوم في الانتخابات البلدية والولائية قليلة هي الأحزاب التي رفعت صوتها في اشتكت في مسألة تزوير الانتخابات، ومن بينها لكن العملية تراكمية، الفعل السياسي ما زلنا احنا يا ماشيين من أجل أخلاقة العمل السياسي لما تراكمية
أستاذ ناصر حمدادوش وليست عملية زر يعني ويذهب المال. نحن لا نتحدث بخطاب عدمي. وعندما نتحدث على هذه الظواهر السلبية لا يعني بأننا أننا ننكر إيجابيات أو ننكر تطور في الحياة السياسية وحتى في الجانب التشريعي والقانوني، ولكن عيننا على هذه الاختلالات والسلبيات التي يجب أن نقضي عليها وبإمكاننا أن نقضي عليها. بالمناسبة عندما نتحدث على الانتخابات المحلية والتشريعية وحتى انتخابات مجلس الأمة السابقة كان المال السياسي يضرب أطنابه ويمشي على يديه ورجليه في الطريق. أستاذ منها تقول تنقص ولا تقول لا تنقص. نعم تنقص، ولكن أرجع للانتخابات التشريعية والمحلية وانتخابات مجلس الأمة. لا يمكن أن ننكر بأنه خلال هذه العهدة وقع ما وقع. لو كان نرجع كذلك حتى إلى نسبة المشاركة في الانتخابات بعد حراك مليوني ووعي سياسي كبير جدا وعودة الشعب إلى الاهتمام بالشأن العام، كم نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة؟ كم النسبة التي فاز بها رئيس الجمهورية؟ كم نسبة المشاركة في تعديل الدستور؟ كم نسبة نعم بالتصويت على الدستور؟ كم نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية؟ 23% وغيرها. هذا توصيفنا للواقع لا يعني أننا نغرق في هذا الواقع أو في هذا الماضي، وإنما للاستدراك والتجويد في الممارسة السياسية من باب أخلاقتها. ولذلك نحن نتمنى أن هذه الانتخابات الرئاسية، وأعتقد فرصة، أن الأجواء العامة تدفع بالاتجاه للمشاركة السياسية الواسعة والقضاء العديد من الآفات ممتاز. السياسية بقيت للأسف دقائق فقط قليلة. في الدقيقة يعني الثقة، قضية إعادة الثقة ما بين السلطة وما بين المحكوم، هل استطعنا أن يعني نرجع الجزائر إن صح التعبير للحياة السياسية بعدما فقدها في طوال سنوات عديدة؟ خلينا نقول نعطيك دقيقة ونص لكل واحد. نعيش اليوم أزمة عزوف سياسي، استقالة سياسية، عدم الاكتراث بالعمل السياسي وبالفعل السياسي. يجب إعادة النظر في الأحزاب السياسية كشريك سياسي مفضل وامتيازي من أجل ممارسة السلطة، من أجل إعادة الثقة في العمل السياسي. لما نتكلم عن القدرة على التعبئة، القدرة على التعبئة هي مسألة السلطة ومسألة الأحزاب السياسية. لماذا؟ لأنه يجب وضع صح قواعد لإعادة الثقة ما بين المواطنين وما بين السلطة، لأن هذه المسألة هي مسألة تعيق حتى المؤسسات، لأن مسألة الشرعية يجب أن تلعب دورا من أجل إعطاء الشرعية للمؤسسات ومن الأشخاص الذين يمارسون السلطة، ولا توجد شرعية خارج الانتخابات، لأن الانتخابات هي وسيلة التي توجد بين يدي الشعب من أجل تكريس الشرعية على المؤسسات والأشخاص الذين يمارسون السلطة هذه في هذه المؤسسات، ثم إعطاء هذه القيمة لصالح الشعب بصفته السيد. إذن يجب أن تكون الانتخابات نزيهة، ممتاز، شفافة، تكرس المساواة، عدم الزبونية، الحياد الإدارة وحياد الفاعلين الآخرين في العملية السياسية. ممتاز. ثم هناك أدوات أخرى من أجل إرساء هذه الثقة ما بين الشعب وما بين السلطة. هنا نعود إلى أدوات أخرى يجب أن ترسم في قانون البلدية، في قانون الولاية، عن طريق ما يسمى بالديمقراطية التشاركية كآلية من أجل إعادة إدماج أولئك الذين تم إقصاؤهم من رسم السياسات العمومية في ممارسة العمل عن طريق إشراكهم، عن طريق الأجهزة التشاورية، مجالس الاستشارية، الديمقراطية التشاركية، الميزانية التشاركية، كل الأدوات الممكنة التي بإمكانها أن تدخل أولئك المقصيين في المواطنة. ممتاز. لأن المواطنة هي أصل كل شيء من أجل ممارسة الحقوق. خلينا فاصل الحق في ممارسة الحقوق. فاصل قصير لو سمحت، وأيضا أستاذ يعني أستاذ ناصر حمدادوش وإسماعيل بوفليح سأعود إليكم. فاصل قصير ثم نواصل وجها لوجه. وجها لوجه، عودة إليكم مشاهدينا الكرام من جديد، وعودة إلى فرصة ورؤية للغد ومن أجل الجزائر منتصرة. توقفنا عند من أجل الجزائر منتصرة عند ممثل المترشح عبد المجيد تبون الدكتور محمد عمرون. تعتقد بأن ما تم إنجازه يشفع للعهدة ويشفع للمترشح عبد المجيد تبون طيلة هذه الفترة في جانب إعادة الثقة للشارع إلى الشعب؟ سيتكرس هذا الأمر
بمشاركة أوسع مثل ما ذكر الأستاذ ناصر حمدادوش؟ لا، من دون شك المشاركة السياسية هي تعبير عن حالة من الرضا الشعبي، من دون شك يمكن قياس في كل الانتخابات مدى إقبال المواطنين على الانتخابات المحلية بلدية رئاسية، قد نقيس على مدى الرضا المجتمعي على الأداء السياسي على المؤسسات على ما تفرزه هذه الانتخابات. احنا على مستوى مرشح نعتقد بأنه تجاوزنا مسألة الشرعية لنبحث عن مسألة المشروعية، بمعنى أننا نبحث عن مدى الرضا الشعبي. حقيقة في كل الانتخابات في العالم قد يبدأ الرئيس بمشروعية ناقصة، بمعنى تكون انتخابات بإقبال شعبي ضعيف، لكن مع مرور الوقت مع السلوكات مع التصورات مع الرؤى مع البرامج تتحول هذا النقص إلى توسع المشروعية الحاكم في أدائه ويصبح الرضا أكبر. لذلك نحن نعتقد على مستوى مرشحنا بأنه نحن نبحث اليوم أكثر على المشروعية، لأنه حتى وإن قلت بأنه بالرغم ما أصيب بعض الانتخابات من ما شابها من بعض الاختلالات كما قالوا زملائي، لكن نحن نعتقد بأنها تبقى بأنها تحوز على قدر كبير من الشرعية ابتداء من 2019 إلى انتخابات البرلمانية المحلية إلى آخره. اليوم نحن نبحث في الانتخابات الرئاسية الحالية على مشروعية أكبر، بمعنى رضا مجتمعي أكبر، بمعنى إحاطة مجتمعية لبرنامج مرشحين، تبني، لأنه كل ما تبنى المجتمع أي برنامج سياسي لمنتخب تقدر هناك يستطيع أن يصبح هذا المواطن فاعل رئيسي في الأداء السياسي، يصبح منخرط حقيقي في العملية التنموية والعملية السياسية والاقتصاد، يصبح معني بكل التوجهات للدولة، وهذا ما نبحث عليه. لأنه عندما نتحدث كنت واتفق مع الزميل عندما تحدث على مسألة المواطنة، كيف نجعل أنه هذا المواطن الجزائري ينتقل أن يتعامل حقيقة أو أنه سلوكه يرتقي إلى المواطنة الفاعلة، بمعنى أنه يصبح يؤثر. ولذلك أتفق بأن نحن على مستوى برنامجنا قانون الانتخابات البلدية والولائية أولا نركز على اللامركزية، ونركز أيضا على تقديم صلاحيات أكبر للمنتخب وصلاحيات أكبر للمجتمع المدني. لا يجب أن نغفل دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، في المساءلة السياسية، في محاسبة المسؤولين المحليين من المحلي إلى الوطني. لذلك أنا أعتقد بأنه هذه الثقة التي نتحدث عليها هي نفس الشيء، عمل جماعي مشترك اليوم في الحملات الانتخابية، كل الوعود التي تقدم، كل الأطروحات المختلفة ببرامج مختلفة يتلقفها المواطن الجزائري. وهنا من دون شك يوم 7 سبتمبر إذا قلعناه حقيقة بأهمية جميعاً. برامجنا جميعا راح من دون شك يذهب إلى 7 من سبتمبر وسيختار مرشحه الأنسب. الأنسب صحيح. تقريبا حتى المترشح حسان يدعو إلى مشاركة أكبر، في بعض الأحيان ربما ينسى نفسه بأنه يتم دعوة الهيئة الناخبة بأن تصوت له، ويدعو ويعني وكأنه يجند الهيئة الناخبة يعني التصويت بشكل عام. انخراط حمص تقريبا لم تشارك منذ 1995، هل هو يدخل ضمن جو عام عنوانه أن الثقة الآن موجودة على جميع المستويات؟ شوف، أولا الثقة ليست سلعة تباع وتشترى في الصيدلية، ليست دواء يباع ويشترى، والثقة هي سلوك رضائي قلبي اختياري حر بين الحاكم والمحكوم، أو بين المواطن والحزب، أو بين المواطن والانتخابات، أو بين المواطن ومؤسسات الدولة. ثانيا، مسألة العزوف أو المقاطعة هذه ظاهرة عالمية وموجودة حتى في أعرق الديمقراطيات، وبالتالي لا تشكل لنا عقدة أو أزمة بالمناسبة. وحتى المقاطعة سلوك سياسي يجب أن يحترم ولا يجب أن يشيطن، وإن كنا نختلف مع المقاطعين ولكن سلوك سياسي يعبر على اهتزاز الثقة، على عدم سيد حسن شيطنهم في الخطابات الأخيرة. لا أصبر لي برك خليني أكمل. ثالثا هذه الثقة متى تسترجع؟ عندما فعلا تعتقد وتتيقن هذه الهيئة الناخبة اللي هي 24 مليون بأن العمل السياسي والعمل الحزبي والفعل الانتخابي هو أداة حقيقية للتغيير، أداة حقيقية للإصلاح، أداة حقيقية للوصول إلى الحكم، الوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات. عند ذلك ممكن نسترجع هذه الثقة، عندما تحترم إرادة الناخب، هذه الإرادة الشعبية.
شيء طبيعي جدا. نحن في حركة مجتمع السلم، أولا قاطعنا الانتخابات الرئاسية في 2014 فقط، في 2019 كنا مع الانتخابات بدون مرشح، وتركنا حرية المناضلين للتصويت على الانتخابات، وأغلبهم صوت لجهة معينة قد تكون معروفة، ولكن لم ندخل إلى الانتخابات كمترشحين من 95. صحيح. من 95 إلى الآن كمترشح منذ الراحل محفوظ نحن، منذ الراحل الشيخ محفوظ نحن عليه رحمة الله، في 99 تم إقصاؤه، يعني شاركنا ولكن تم إقصاؤه كمترشح. ولكن في اعتقادنا أنه فعلا أنا أقول لك من أهم الأدوات الناجعة في أخلاقة الحياة السياسية هي المشاركة السياسية والمشاركة الانتخابية الواسعة للشعب الجزائري في الانتخابات، لأنه هو صاحب السلطة التأسيسية، وهو مصدر السلطة ومصدر الشرعية، وفعلا ميزان القوة الشعبي هو الذي يخلق التوازن بين قوة الشعب وبين قوة السلطة. إذا تغولت السلطة على الشعب يقع الاستبداد، إذا تغول الشعب على السلطة تقع الفوضى، وبالتالي التوازن الطبيعي هو توزيع القوة بين الإرادة الشعبية وبين إرادة السلطة السياسية. ممتاز. ممتاز. نحن نتحدث عن المشاركة السياسية لأن أهم مؤسسة دستورية وسيادية في البلاد هي مؤسسة الرئاسة، وبالتالي الرئيس القادم إن لم يحوز على الشرعية الشعبية والسياسية الحقيقية الأخلاقية والقانونية والانتخابية والشعبية، نحن أمام خطر حقيقي يتهدد الدولة ولا يتهددنا كأحزاب أو كمترشحين فقط. ولذلك الأستاذ عبد الحالي حسان الشريف يدعو لهذه الأولوية، حتى يوسف أوشيش يدعو للمشاركة، أكبر شاب أصغر مترشح للرئاسيات في تاريخ الجزائر وليس منذ التعددية أو غذا. لماذا تدعو للمشاركة أكبر؟ في لأنه أعطيت لك في الوقت في الجزء الأول، للجزء الثاني أعطيت لك أكثر منهم، ربما خصتك أقل من 40 ثانية، ممكن تشرح هذه النقطة بكل بساطة. يقول مترشح رفيقي أوشيش البارحة الاستقالة أخطر من الفشل. الاستقالة أخطر من الفشل. لا ديميسيون اي بلو غراف كو لا ديفيونس. هذه مسألة لا يجب على الشعب الجزائري اليوم أن يستقيل عن العمل السياسي، أن يعتزل العمل السياسي، أن يعتزل المشاركة. لماذا؟ الذين يقزمون من الذين تقدموا ل نحن لا لهذا السباق، خاصة أفافاس وحمص معارضان تقريبا، واحد أقدم حزب معارض وكما وصفه أكبر حزب معارض. لا تقاس المشاركة بهذه بالسن أو بالسن صغير أو سن كبير. المشاركة تقاس بالبرنامج وبالطموح بيان سور، وتقاس أيضا بقدرة في التعبئة وإعطاء نفس جديد للحياة السياسية وإعطاء الأمل والبديل الديمقراطي للجزائريين والجزائريات، وهذا هو الشيء المهم. ممتاز. ثم إن إضفاء الشرعية على المؤسسات ستأخذ أكبر منهم فقط نقطة. إضفاء الشرعية على المؤسسات هو أمر مهم، ليس فقط من أجل ممارسة السيادة الشعبية من طرف الشعب، أو بل من أجل تقوية المؤسسات الجمهورية. وإذا نظرنا إلى مؤسسة رئاسة الجمهورية بأنها وبالنظر إلى الدستور 2000 تعديل الدستور تاع 2000 بأنها إحدى أهم المؤسسات في الدولة الجزائرية، يجب أن تعطى لهذه المؤسسة القسط الأكبر من الشرعية ومن الاهتمام من طرف الشعب، بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب، وبالنظر إلى التحديات الخارجية بالنسبة للسلطات التي يمارسها رئيس الجمهور. يلا أسمع. الثقة فقط، نبقى في مسألة الثقة. الأحزاب السياسية كانت يعني في وقت سابق كانت تتهم من مارس السلطة بهو يكون هو السبب في ممكن تردي الثقة بين السلطة والمواطن. اليوم الآن من خلال احتكاككم يعني في حملاتكم الانتخابية، خاصة شفنا عمل جواري على مستوى الميدان، هل المواطن استرجع ثقة اليوم من خلال هذه الحملات؟ هل شفتم أن المواطن أصبح يعني يؤمن على الأقل بأنه هناك عمل سياسي موجود وهناك ممكن مترشحين يعني قدروا يغيروا الواقع على الأقل؟ صح التعبير. نبدأ بك سيدة إيساو. بالطبع لا يمكن أن نعطي نظرة سوداوية وهي نظرة نفسها لكل الجزائريات والجزائريين بالنسبة لردة الفعل بالنسبة للعمل السياسي والاستقطاب السياسي. لقد اخترنا في أول يوم من الحملة الانتخابية بأن نخرج
إلى الشارع وإلى أي شارع، إلى حي القصبة وحي باب الواد وساحة الشهداء، من أجل الاحتكاك المباشر مع الشعب الجزائري والطبقات الشعبية القريبة جدا إلى الحياة اليومية البسيطة للجزائريين. لقد كانت ردة الفعل إيجابية، ونحن نلمس بأن الجزائريين يتشوقون إلى السياسة وممارسة السياسة. فقط يجب أن نكون أن نعطي هذه الفرصة للفواعل السياسية، لأنه لا يجب أن نخلط ما بين ممارسة السياسة في أثناء فترة الحملة الانتخابية، لأن أمر مقنن عن طريق قانون الانتخابات وعن طريق منظم عن طريق السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات. يجب أن تكون الحرية السياسية، العمل السياسي، التعبئة السياسية، الفعل السياسي هو أمر مسموح به وليس مقيد. لا يجب أن نمارس سياسة تحت وصاية أو تحت غطاء. يجب تحرير مبادرات سياسية، تحرير الإعلام من تغطية العمل السياسي، منح الفرصة لكل الفاعلين السياسيين من أجل ممارسة السياسة. اليوم الجزائر بحاجة إلى فاعلين سياسيين حقيقيين، أحزاب سياسية حقيقية تغذي هذه المشاعر الوطنية والانتماء، تغذي بالمشاريع بالبرامج هذه الثقة التي فقدناها ما بين الحياة السياسية وما بين المواطن الجزائري. شوف، أنا أعتقد مسألة الثقة أولا بعودة الأكبر حزبين على الحزب التقليدي المعارض أكبر دليل. الأكبر أكبر دليل أنه هناك تنقية للحياة السياسية، هذا مهم جدا، على اعتبار أنه هذا الحزبين من دون شك يحوزون على مناضلين وعلى قواعد شعبية مهمة. هذا جزء من استعادة الثقة في الأحزاب السياسية التي كانت أيضا تقاطع، شفنا أحزاب كثيرة قاطعت الانتخابات بسبب غياب الثقة، إما لأنه هناك دعوة باتهامات بالتزوير أو اتهامات بأن الانتخابات ما تجيش في إطارها القانونية إلى آخره. وبالتالي هذا خليني نقول خطوة أولى من أجل تنقية العمل السياسي وعودة الأحزاب التقليدية والمدارس الكبرى اليوم في الساحة السياسية مشكلة اليوم في هذه الانتخابات. إذا قلنا بأنه الأفافاس دائما مصنف على باعتبار التيار الديمقراطي، التيار الإسلامي والتيار الوطني، بالرغم من أنه البعض يعارض على هذه التصنيفات، لكن هذا التسميات، لكن هذه هي المدارس الكبرى. هذا جزء من استعادة الثقة في العمل السياسي. النقطة الثانية هي أنه استعادة الثقة في العمل السياسي هو أنه كيف يمكننا من أننا ينخرط هذا المواطن في العملية السياسية. الأخطاء التي أحيانا محتاجين إلى نقد ذاتي، الأخطاء أيضا التي ارتكبت من قبل الأحزاب السياسية فيما يتعلق بمقاطعاتها المتكررة للانتخابات أو بغيابها عن العمل السياسي، أو خليني نقول عن النقاشات الوطنية في اللحظات التاريخية، هي اللي تخلي المواطن ينظر إلى هذه الأحزاب بأنها ما عندهاش فايدة. ولأنه أنا كمواطن نحب أن نشارك في الانتخابات المحلية والبلدية، عندما نكون أنتمي إلى حزب سياسي ويقاطع هذا الحزب السياسي العملية السياسية راح يمنعني أنا كمناضل وكمواطن من انخراط في العمل السياسي. لذلك أنا أعتقد بأنه عندنا فرصة كبيرة اليوم جدا كأحزاب سياسية، كفواعل سياسية، كطبقة سياسية عمل الجزائر، من أجل أن ندفع هذا المواطن أن يؤمن بالفعل السياسي. واختش يكفر المواطن بالفعل السياسي، يكفر به بثلث سلوكات. أولا عندما لا يجد فضاء في الحزب السياسي حقيقي للتعبير السياسي. النقطة الثانية عندما يجد بأن صوته عندما يذهب للاختيار يخرج ينتخب ألف يخرج باء. وعلى هذيك احنا حاربنا على مستوى برنامج المترشحنا لنزاهة الانتخابات، بأنه بقدر الإمكان. طبعا عملية نزاهة الانتخابات أحيانا مرتبطة بسلوك فرد، يعني ما هو شرط توصيات من الإدارة تقول لك زور، ممكن فرد على مستوى بلدية تصرف سلوك فردي يكسر العملية السياسية. لذلك أنا أعتقد نزاهة الانتخابات مهمة جدا. ثالثا وهي الهمة أننا نبقى كسياسيين كأحزاب سياسية دائما في تماس مباشر مع المواطن طيلة السنة، وليس أحزاب مناسباتية وليس أيضا فواعل سياسية مناسباتية كأفراد وكجماعات. غياب مقاربة المقاطعة لدى غالبية الأحزاب السياسية في هذه الرئاسيات، هل هو أكبر دليل على تنقية الحياة السياسية والعودة الثقة وغير ذلك أستاذ نصر؟ شوف، بالمناسبة من أكبر سلبيات، وهذا الذي قاله أستاذ عمر، بالمناسبة من أكبر سلبيات المرحلة السابقة، بغض النظر على المواطن لديه الحق حري في تحميل المسؤولية لمن يشاء، ولكن العهدة السابقة
تم فيها الغلق السياسي والغلق الإعلامي وشيطنة الأحزاب السياسية ومحاولة استبدال الأحزاب السياسية في وظيفتها التخصصية الأساسية بالمجتمع المدني ولا بالمستقلين، مع احترامنا للمجتمع المدني عندما يؤدي دوره الوظيفي الطبيعي الخدمي، واحترامنا للأحرار وللمستقلين كجزء أساسي في الحياة السياسية. أما أن يكونوا بدائل على الأحزاب السياسية أعتقد أنها تجربة فاشلة، ولذلك هذه الانتخابات الرئاسية تم الاستدراك فيها والعودة إلى احترام الأحزاب والعودة إلى الأحزاب، بل والعودة إلى المدارس السياسية التقليدية الكبرى التمثيلية، المكونات المكون ذات يعني كمكونات أساسية للشعب الجزائري. في تقديري أن هذه الانتخابات الرئاسية القادمة ستكون بإذن الله تعالى المشاركة السياسية فيها ستكون أوسع من الانتخابات الرئاسية الماضية لعدة اعتبارات. أنا في تقديري أولا لا توجد هناك أحزاب سياسية أو قوى سياسية في الجزائر تدعو صراحة وتناضل من أجل المقاطعة، هذه واحد. اثنين، عودة الأحزاب السياسية الكبرى للمشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية، يعني مشاركة جبهة القوى الاشتراكية برمزيته التاريخية وببعده الوطني وبتمثيله للمنطقة وللمدرسة السياسية أو للتيار السياسي، هذا سيدفع للمشاركة. مشاركتنا بمرشحنا كحركة مجتمع السلم، مدرسة الوسطية والاعتدال والتيار الإسلامي المحافظ، وبالانتشار الواسع للحركة وبمصداقيته وتاريخية ورمزيته ومدرسة الشيخ محفوظ نحنا، فأكيد أنها ستدفع بديناميكية جديدة للمشاركة. وجود رئيس مترشح بالمناسبة، اسمح لي برك، وجود رئيس مترشح مع اختلافنا ومنافستنا له، لكن أكيد لديه جمهوره، لديه بعض الإنجازات، بعض الإجراءات، بعض لفائدة بعض الفئات وغيرها، هو يعني أكيد أنها ستدفع نحو هذه المشاركة. ولذلك لما السيد حسني يتكلم في كل مرة لا تسمعوا للذين يقاطعوا، لا تسمعوا للذين يقزمون، هل يزعجكم هذا الخطاب؟ في ماذا أزعجكم أو أزعج السيد حساني المترشح؟ في أقل من دقيقة. الذين يقولون أن الانتخابات محسومة. نعم. شوف هذه السلوكات هي التي تنفر من العملية السياسية والعملية الانتخابية. عندما تحكم على ضمائر الناس وتصدر أحكام مطلقة وتتدخل في الغيب وتحكم باسم الشعب بأن الانتخابات محسومة وبالتالي لا داعي للمشاركة فيها، فالرئيس معروف والنتائج معلومة مسبقا وغيرها، هذا يعتبر خطاب استفزازي، وهذا يعتبر مصادرة للإرادة الشعبية، وهذا مشوه بالمناسبة. أنا في تقديري والله الذي يقول هذا الكلام يضر من يسانده. لماذا لا تقولون أنتم هذا الكلام؟ لا، لأنكم مرشحين والأمر محسومة، يعني تقدروا تقولوها يعني. لا نقول لماذا؟ لأن نحترم إرادة الشعب، نحترم موعد الانتخابات، ولكن في إطار الحملة في أقل من 30 حتى نفتح باب في هذه النقطة. لا الكلام هذا أنا قلت لك فيه يعني استفزاز للرأي العام وللشعب. لماذا؟ لأن من يضمن أنه فعل من كان يقول يوم الخميس نتاع الانتخابات التشريعية 12/12/2019 بأن عبد المجيد تبون هو رئيس الجمهورية، مع أن الإدارة والسلطة وعدة أجهزة كانت متجهة في اتجاه معين، وبالتالي مسألة الحكم حتى إذا سمحت لي والله تجاوزت الوقت المخصص المخصص لك يعني، والأستاذ عز الدين ينتظر دوره وينظر إلي مرة إلى مرة. أستاذ تعليقك في هذا الأمر، ويعني هل يزعجكم مثل هذه الخطابات يعني أو تسمع؟ أعيد وأكرر، لا يجب أن نزرع لا الفشل ولا الاستقالة. هي خطابات تدعو إلى زرع الفشل لدى الجزائريين والجزائريات، والقول بأن التغيير غير ممكن. التغيير ممكن وهو بين يدي الجزائريين والجزائريات، من أجل إحداث هذه القطيعة، من أجل إعطاء صوت. هذه زرع الفشل والاستقالة واليأس والصورة السوداوية للأحزاب السياسية أو للمشاركة، هذا أمر مقرف جداً. ثم مسألة المقاطعة أو المشاركة هي ليست مسائل محسومة في الأحزاب السياسية أو مسألة مبدأ في الأحزاب السياسية، وليست مسألة قرآن، بل هي مسائل تتخذ تجتهد حسب القراءة الآنية للخارطة السياسية وللوضع السياسي وعلى أساسها وعلى أساسها تتخذ القرارات اللازمة والملائمة للوضع السياسي.
أستاذ عمرو، لماذا بعض ممن يساندونكم يذهبون إلى هذا الخطاب بأنها محسومة؟ يا سيدي لا فرض على أنها محسومة، لماذا يلجؤون إلى هذا العمل؟ شوف، خليني ابتداء نقول بأنه على مستوى مديرية الحملة المترشح عبد المجيد نحترم كل المترشحين، ونحن على قدم نبدأ انطلاقا من التكافؤ الفرص، ننطلق من نفس المستوى. طبعا احنا عندنا تقدم ولكن عندنا مسؤولية أخلاقية أيضا كمترشح بالنسبة للمترشح عبد المجيد، وعلى اعتبار أنه يتقدم إلى الشعب الجزائري وفيه رصيد من الإنجازات وفيه رصيد من الممارسة السياسية، البعض يراها إيجابية وسلبية خلوها للصندوق، لكن هو يتقدم بهذا الرصيد عكس المترشحين الآخرين اللي هما ما مارسوش السياسة، وبالتالي نحن لدينا في نفس الوقت ما مارسوش الحكم بالمفهوم، ما مارسوش الحكم بالمفهوم، لا السلطة التنفيذية، لا لا من دون شك نقصد ما مارسوش السلطة التنفيذية، وبالتالي عندنا هاد الخطوة، ولكن في نفس الوقت لدينا مسؤولية أخلاقية لتقييم ما تم إنجازه وتبرير مارست يعني مثل الحكومة، هم يتكلمون في الحكومة وليس في الحكم، لكن على رأس السلطة التنفيذية، وبالتالي لدينا هذه المسؤولية الأخلاقية والسياسية. صحيح. لكن خليني نعلق على نقطتين أراهما مهمة. قضية الغلق السياسي في عهدة 2019 أنا أعتقد بأنه فيه نوع من الإجحاف. الغلق السياسي، هل سمعنا من 2019 إلى 2024 حزب سياسي طلب قد يدير تظاهرة أو يطلب يدير تجمع أو يحظى بعمل سياسي معين بمبادرة وتم وقفه؟ أم هل هناك مثلا، اعطينا مثال، هل هناك اعطينا عند هل هناك ممارسات اكبر حزب في المعارضه البرلمانيه مسبق وين منعنا من ممارسة حقنا الدستوري في نشاط ومنعنا من الترخيص، فما بالك بأحزاب أخرى لم تمنح لها الاعتمادات سواء للجمعيات ولا للأحزاب ولا حتى الوسائل الإعلام. يعني واضح هذه ليست تقريبا وقعتنا ربع دقائق أستاذ علقت خلاص تفضل أستاذ ناصر في هذا الأمر خلاص ما عنديش إضافة أدخلها أستاذ أو إسماعيل بوفيح. والله يعني بقيت ربع دقائق ما تفتحش في موضوع ثقة تحدثنا بما يكفي. خلاص خلينا أستاذ أمل نطرح سؤال أخير، يعني الآن الحملة في يومها السادس، كيف وجدتم تفاعل ربما الشعب مع مرشح يوسف أوشيش في دقيقة ونصف لأنه خلاص الوقت انتهى، يعني الجزء الثاني فقط بأن أقول بأن الرصيد الذي سوف يواجه به الأفافاس عن طريق مرشحه يوسف أوشيش الجزائريات والجزائريين هو رصيد نضالنا من أجل إرساء دولة القانون والحريات والحقوق. نضالنا المستمر لمدة لأكثر من 60 سنة من أجل الصدق والمصداقية والشفافية والنزاهة في الممارسة السياسية في الجزائر. الجزائريات والجزائريون مشتاقون إلى السياسة وإلى النزاهة في ممارسة السياسة وإلى إرساء بديل ديمقراطي للتغيير والممكن. لقد تجرأنا أنا أوزي، لقد تجرأ الرفيق يوسف أوشيش من في كسر هذا الحاجز الجرأة وإعطاء الأمل للجزائريات والجزائريين عن طريق ترشحه للانتخابات الرئاسية ل 7 سبتمبر 2024. استقبالنا من طرف الجزائريات والجزائريين لقد لاحظتموه في باب الواد، في القصبة، في كل المدن التي مر فيها في حملته الانتخابية. هناك استقبال وقبول لمشروعنا ولبرنامجنا ولمترشحنا. لماذا تركزون على العمل الجواري بدل تجمعات شعبية؟ لا قمنا ب يطغى عليه وليس في المطلق، يعني نتكلم هذه هي المرحله الاولى في في تكتيك، يعني تكتيك المرحله الاولى في الحمله الانتخابيه واضحه جدا، ثم تاتي المرحله الثانيه من اجل فيه ارساء فيه تكتيك تبني توجد في مفاجآت. هناك تظاهرات كبيره في قاعات في ديميتينج تجمعات كبيرة، خليط ما بين الجواري المترشح عبد المجيد. المترشح عبد المجيد جبون ستكون له 4 تجمعات شعبية حسب ما هو مسطر، بدأه من قسنطينة عاصمة الشرق الجزائري، ولكن كان هناك تصريح ما معين للمترشح عبد المجيد تبون تفاعل معه الكثيرون كل حسب الزاوية التي اختارها وأراد النقاش فيها، قضية فتح الحدود مع مصر والجيش الجزائري وإمكانه المساهمة، ولكنهم ذهبوا إلى الشق الأول فقط ولكن لم يذهبوا إلى الشق الثاني، قضية الإعمار
كيف توضح هذا الأمر في أقل من دقيقتين؟ أولا نحن نثق في ذكاء ووعي الشعب الجزائري، الشعب الجزائري يعرف مرشحه جيدا، مرشح عبد المجيد تبون يعرف صدقه صراحته والتزاماته التي التزم بها، والمسؤولية الكبيرة اللي تحملها في سنة 2019 بثقالها في لحظة الانهيار التالي للأسف الشديد، الانهيار الذي كان موشكا للدولة الجزائرية. أعتقد الخطاب الذي قام به في قسنطينة يؤكد أولا أكد فيه التزاماته سواء على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ما تعلق بالقضية الفلسطينية، صوت الجزائر كان متقدما جدا في كل المنابر المحلية والإقليمية والدولية نصرة لإخواننا الغزاويين. تصريحه كان واضحا من دون شك بأن الجزائر مثلما قدمت مساعدات إنسانية لغزة ولغيرها من الشعوب المستضعفة مستعدة من أجل مساعدة الغزاويين في بناء مستشفيات متنقلة في 20 يوم، يقوم بها من دون شك الجيش الوطني الشعبي. من أراد أن يحمل هذا التصريح أكثر منه أعتقد بأنه إما جاهلا بمضمون الخطاب ولم يستمع له، أو عنده أغراض أخرى من أجل التشويش أو من أجل التشويش داخليا وخارجيا. لكن أعتقد بأنه الشعب الجزائري يعرف من هو عبد المجيد تبون، وعبد المجيد تبون أيضا يعرف من هو الشعب الجزائري. في مفاجآت في الحملة، مدام في مفاجآت من دون شك الحملات الانتخابية قائمة على أساس المفاجآت، لأنه كل صوت لمواطن مهم جدا، كل يوم تكسب فيه صوت إضافي من مواطن جزائري لمرشحك هو إضافة لي. أيضا حمص نظم أعتقد أكثر من 40 تجمع طيلة هذه الحملة الانتخابية 20 يوم، بدأها بالعاصمة اليوم في بالأمس في الجلفة، وأعتقد اليوم في تيارت إذا لم تخني الذاكرة. خطاب حمص لحد الساعة كيف يستقبله ويتفاعل معه الجزائريون؟ هو مازج أيضا، أنتم مازجتم بين العمل الجواري وتجمعات شعبية. من خلال اللحظة السياسية التي نعيشها الآن، كان البعض يعتقد بأن حالة الغلق السياسي والإعلامي والظرف نتاع الصيف لتنظيم الحملة الانتخابية في فصل الصيف والالتزامات العائلية والشخصية وغيرها غير مواتي للحملة الانتخابية، ولكن العكس هو الذي وقع، وهو أن حركة مجتمع السلم ومرشح والأستاذ عبد العالي حسن شريف فاجأ الجميع بهذا الزخم وهذه القوة وهذا الحضور، سواء من حيث الفعاليات المتنوعة في الحملة الانتخابية. هو الآن زار 8 ولايات في 5 أيام وعقد حوالي 6 تجمعات خلال هذه المدة، والعمل الجواري في كل ولاية يزورها أو يمر عليها، وهناك إقبال شعبي أنتم تلاحظونه بالنقل المباشر وبالتغطية الإعلامية، القاعات يعني ممتلئة، والتفاعل لا توجد هناك وحشة ولا غربة بين مرشحنا وبين حركتنا وبين المساندين لنا وبين الشعب الجزائري من المسافة الصفر. ولذلك نحن نستبشر خيرا بهذا الإقبال وبهذه المشاركة وبهذه التزكية، ونفوز بالديمقراطية والحرية جميعا بإذن الله. مسافة الصفر، كنا على مسافة الصفر. هذه مسافة الصفر تعود إلى مؤلف عندها حقوق يعني أبو عبيدة. على كل حال كنا على مسافة صفر من الجميع، يعني على ما أعتقد معكم في هذه مسافة على كل حال. اسمع البوفي أيضا شكرا جزيلا. شكرا لك. ودعني أيضا أشكر الأستاذ عزدين، بروفيسور عزدين يعني عساوي، ممثل عن المترشح الحر عبد المجيد أو يوسف أو شيش، وأيضا الرفيق مترشح جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم. أنت رفيق أدبيات النضال المتصل، رفيق نضال اليسار. نعم جميل جميل. نضال يسار. لا معلومة حتى الجميع أنه الأخ وكذا ومعندم الرفيق. الرفيق نعم. يقولون أخ المواطن أيضا. المواطن والمناضل. المواطن والمناضل يقولها على كل حال. المهم شكرا جزيلا لكم، والدكتور محمد عمرون الممثل عن المترشح الحر عبد المجيد تبون، والأستاذ ناصر حمد دش ممثل عن المترشح حسان شريف عبد العالي حركة مجتمع السن. شكرا. خلاص. شكرا جزيلا لكم. نلتقي غدا إن شاء الله في عدد جديد من برنامج وجها لوجه. هذا كان العدد الأول، نتمنى أن كنا موفقين في إدارته، وغدا إن شاء الله لنا موعد آخر وموضوع آخر. إلى اللقاء.